السادة المشاهدون تحية طيبة، أنا سعيد سعيد مراسل حلب اليوم بريف إدلب الشمالي. خلفي تماما مظاهرة حاشدة لأهالي الشمال السوري منددين بوقف قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن القاضي بإدخال مساعدات لمدة عام عبر معبر باب الهوى. نلتقي أحد المتظاهرات هنا لتخبرنا عن هذا القرار وماذا أثر على أهالي الشمال السوري. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا فيك تخبرينا ليش أنتم موجودين هون؟ نحن هنا بوقف احتجاجية تضامنا مع الشعب السوري بالشمال، الشعب بشمال سوريا. وقفة احتجاجية لوقف تصدير المعونات للشمال السوري. طبعا هذا الشيء راح يأثر بشكل كبير على كل متواجد، كل شخص متواجد في الشمال السوري. الشعب هون يعني الأغلبية 90% متواجدي بشأن هذا الشيء، إنه المعونات أو المساعدات اللي عم تجي لهذا الشعب، فهذا الشيء رح تكون كارثة كبيرة، رح تسبب لهم كتير أضرار. يعني أغلب الشعب إذا انقطعت عنه هاي المعونة أو هاي السلة فرح يتأثر بشكل كتير كبير. يعني نسبة قليلة من الناس اللي ما رح يأثر عليها، طبعا رح يأثر بنسبة بسيطة جدا، بس الناس اللي بالأغلبية 90% المعتمدة على السلة الشهرية أو المعونة انقطاعها رح يسبب كارثة لهاي الأشخاص. إذا كما أخبرتنا أن الشمال المحرر في سوريا قد يواجه كارثة إنسانية صعبة، وذلك بسبب اعتماد أكثر من 50% منهم ومن سكانه على المساعدات الإنسانية. كذلك الأمر المخاوف لدى الأهالي هنا من أن يستلم نظام وسلطة الأسد قرار إدخال المساعدات عبر معابره، وذلك ما قد يزيد من مخاوف السوريين، فهم يقولون عبر لافتاتهم أنهم يموتون جوعا ولا ينتظرون مساعدة من من قتلهم. نلتقي الأستاذ محمد رجب مدير المديرية الثانية في الدفاع المدني، يحدثنا عن خطورة هذا القرار وعن ماهية هذا القرار. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. فيك تحدثنا عن عواقب هذا القرار إذا تم؟ على العالم صراحة أن يعي خطورة إيقاف المساعدات عن المجتمعات الهشة أو الوليدة نتيجة التهجير القسري في شمال غرب سوريا. هذا مما يفقد الشعب صراحة الصمود في أو عوامل الصمود في أرضه. كذلك إن المساعدات الإنسانية كالطعام والشراب والمساعدات الطبية هي لا تحتاج إلى موافقات، يجب أن نخلصها من الطابع السياسي، يجب أن نخلصها من الابتزاز السياسي والمقايضات، ويجب نطالب العالم أن يقف وقفة عادلة مع الشعب السوري وإيصال المساعدات له دون إذلال ودون مقايضات سياسية. ما هي مخاوفكم إن استلمت سلطة الأسد قرار المساعدات؟ لا يمكن لإدارة قتلت الشعب السوري أن تقدم له مساعدات لتعيش. أني أجد أن سوريا أن النظام السوري وروسيا من لم يقتلوه بالقصف والطيران يريدون أن يقصفوه أن يقتلوه جوعا وحصارا. إذن شكرا لك. كما أخبرنا أن وقف إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى قد يشكل كارثة إنسانية من الصعب استدراكها. من معبر باب الهوى سعيد السعيد، حلب اليوم.